اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول الشكر يا ابانا الذي في السماوات. الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا، وما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة عقارب على كل قوات العادل. Thank you.
كل سنة وانتم طيبين. هنا في 2 أبريل سنة 1968 كان أول ظهور للعذراء أم النور في كنيستها بالزيتون.
زمان بعد ما اتبنت الكنيسة بسنين قليلة ظهرت الست العذراء الناس وقالت لهم أنا هاجي وأظهر في كنيستي في الزيتون بعد 40 سنة. وفعلا جات الست العذراء وظهرت هنا في كنيستها في الزيتون في 2 أبريل سنة 1968 وفي عهد قداسة البابا كيرلس السادس. أول ظهور للعذراء أم النور كان بعد غروب يوم الثلاث 2 أبريل سنة 1968، وأول ناس شافوها كانوا عمال جراج هيئة النقل العام اللي قدام الكنيسة. واحد منهم شاف العذراء زي جسم نوراني فوق القبة الكبيرة المنساء، صرخ نور فوق القبة. بعضهم افتكر إنها فتاة بتحاول انتحار، حذروها لكنها وقفت فوق القبة بتوبها الأبيض وماسكة في إيديها ما يشبه غصن زيتون وابتدت تتحرك والنور يشع من جسمها، فتأكدوا إنها العذراء مريم. علي صوتهم، هي العذراء، هي أم النور. وكمان شافها قرابنا الكنيسة عم إبراهيم يوسف وأسرته اللي كانت ساكنة في فناء الكنيسة، وراحوا بلغوا قدس أبونا قسطنطين موسى كاهن الكنيسة في هذا الوقت، جه وتأكد إن العذراء ظهرت حقيقي. الناس ابتدت تسمع ومن كل مكان تتجمع. وبعد يوم 2 أبريل بأيام قليلة كنت واقف أنا وصاحبي المهندس مختار فكري زميلي في كلية الهندسة وفي الخدمة قدام القبة الشرقية البحرية، وشفنا الست العذراء في شكلها النصفي بلون برتقاني جميل خالص. وبعد كده شفناها أكتر من مرة وفي نفس المكان. في ناس شافتها بمنظر أجمل وهي واقفة بطولها ومد أيديها بتباركهم وتتنقل من قبة لقبة وتنحني برفق عند الصليب. ناس قالوا ما يمكن الظهور ده نتيجة انعكاسات الأضواء، علشان كده ضلموا المنطقة كلها في فجر يوم الثلاث 30 أبريل 1968. وفي اليوم ده كان أجمل ظهور لأم النور واستمر لمدة ساعتين وربع. كان موجود أباء أساقفة بعتهم قداسة البابا كيرلس، وواحد منهم الأنبا أثناسيوس طلع على السطح وشاف العذراء عن قرب وكان يكسوها توب نوراني وتتحرك يمين وقدام وشمال وتمد ايديها تبارك الجموع. في يوم السبت 4 مايو سنة 1968 أعلن قداسة البابا كيرلس السادس أن ظهور القديسة العذراء مريم في كنيستها بالزيتون حقيقة، ونشرت الصحافة والتلفزيون ووكالات الأنباء المصرية والعربية والعالمية أخبار الظهور وصوره ومعجزاته. الظهور ده كان متميز وفريد. طب براها يا حبيبي، براها خالص، براها كله بينظر، ناس غوي الزحمه كله بينظر، مفيش نظام، مش عارف كله بينظر بس مفيش نظام. مع الظهور حسب الطول يا سيد تعملوا حساب القصيرين. لا والألحان والتسجيل من عشرات المليون
جايين من كل مكان. عايزين يقدموا القداسك حاجه بسيطه بس التاريخ ده هيبقى في حد تاني. نعم اتفضل يا سيدي. حاجه بس الله حاجه بسيطه. دينا دي كانت تقعد 4 و6 و8 الصبح وتاني يوم عشان تعمل الكتاب. حاجه جميله خالص. يا رب يكون عجب قداسك جدا جدا. ده يعني كان واحد في متحف كده. متشكر خالص. ربنا يعوضك. متشكر يا حبيبي. Oh.
القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعننا حفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم وكل أيام وليالي حياته سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار،
قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة ورافات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من المجد والإكرام والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي مساوي لك الآن وكله. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كسر أفواتك تمحو اسمي، تحسني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني هذا بالأسام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك مستوراته، تنضع علي بزوفاك فأطهر، تحسنني سرورا أقصى من السر، تسمعني سرورا فرحا تضع عظام الموضع، اصرف وجهك عن خطاياي وامح كل اثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بركة خلاصك وبروح رئاسة عضدني، فعلم الأسمى طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أصرت ذبيحة لكنت الآن أعط، ولكنك لا تصرب المحرقات فالذبيحة لم روح من صحق والقلب المتواضع لا يرزله يا الله، صدق عصايه والتبنى أسوار ورشاليم، هنازل تصرب الذبائح حق محرقات. نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح في هذا اليوم المجيد، نتذكر ظهور أمنا العذراء لأجلنا، ونتذكر يا رب هذه النعم العظيمة التي تعطيها لنا جميعا. نبارك اسمك ونشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. يتمجد اسمك يا رب في حياتنا، تذكر كل الحضور، تحفظهم في حياتهم، في أعمالهم، في خدمتهم، في حياتهم الخاصة، في وسط أسرهم، مع أبنائهم، مع كل ما تمتد إليها أيديهم. تعطينا يا رب أن نبارك اسمك، وتعطينا يا رب أن نمجدك حتى النفس الأخير، وتعطينا يا رب أن نرضيك على الدوام ولتكن مشيئتك في حياتنا. أعطينا يا رب أن نرفع قلوبنا نحوك ونراك أنت رئيس الإيمان ومكمله. احفظنا في سلامك، واحفظ بلادنا من كل شر، وسيك حول كنيستنا بشفاعة أمنا العذراء مريم والقديس العظيم ماري مرقس الرسول، وبركة هذا الصوم المقدس بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماء، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا اللذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبدا.
تفضلوا استريحوا. تنتي غيرك ويوسمو وسيسرك قريب ونكم بن بطري يرشين بابا أبا طوادرز بأرشيرف ما تغرم في دم بفسرونوس سرنو هو سرو او نمبك يوتنا غصوص نمبك نمائي سوان جيك إياك صوتي مونينا في 2 أبريل 68 ظهرت يا مريم في كنيسة الزيتون وظهورك عاش في قلوبنا سنين شفيعتنا يا مريم يا أم الحنون سيدنا قداسة البابا الطوباوي البابا طوادروس الثاني النهاردة يوم عيد يوم تاريخي مجيد الفرحة بقت فرحتين فرحة ظهورها في 68 وفرحة زيارتك يا رعينا الأمين الحكيم يفتخر بحكمته والقوي بقوته والغني بثروته أما أنت يا سيدنا البابا طوادروس فيحق لك أن تفتخر بأنك عطية الله القدوس من كرم دمنهور انبلج النور فضاء لكل الكرازة المرقسية وقدستك أتيت إلى كرم الزيتون لتزيد ثمارها 30 و60 و100 السمائيون يغطون وجوههم من أجل بهاء مجد الله أكلينو مين تغناطة ونحن نخضع برؤوسنا من أجل كرامة أم الله أنستمين أكلينو مين تغناطة وننحني في حب أمام قدستكم عطية الله كي أنستمين أكلينو مين تغناطة قداسة البابا كيرولوس أعلن حقيقة ظهور أم القدوس وقداسة البابا شنودة تغنى بالعذراء برسينوس قداستك يا بابانا الحبيب طوادروس جيت لينا وفرحت شعبك وكل الإكليروس أولادك كرال الحمامة الحسنة وكمان كرال الكرمة ومعاهم كورال شيري ماريا يقدموا أجمل ما عندهم من ألحان وترانيم شجية ليت روحك العظيمة تباركنا الليلة وتزورنا يا سيدنا كل عام وتزيد معاك فرحتنا إلى منتهى الأعوام
لا
توباكي ثم توباكي توباكي يا أم النور حل الخالق في أحشاكي حملتي تسعة شهور مريم دعوني وانشدوا الأوزان مغرم في البتول نور العيون مدحوكي كالشهد وأحلى في العلا قد صار أعلى قالوا جوهر قلت أغلى ما يعادله بنون مارك ويا
ألو تست تست تست
سرير مريم الميم مؤمنة بيسوع وكلامه إنجيله وريه روحك سبح في سماوات وتصليله وليه يوم فرحك لما يعدر وصلتيله والميم تاني من صغرك الله اشتيله وانتي في الهيكل عشت في طهر وروحانية مدحك زي الشهد يعدر فمي وريه راحتي تيجي لما تصلي يا أمي وليه يا سيب شفاعتك بذل ما همي والميم تاني مريم حبك جوه في دمي ما انت شفاعتي أمي حبيبتي وضيع عينيا مريم اسمك غالي عليا ارحم تداويني بشفاعتك ليا والريح ربنا جه منك يفدي البشريه وليه يا سلام على قلبك مليان حنيه والميم تاني من زيك يا طهره نقيه
ساعدنا يا مريم يا أم الحنون يا عطرة يا بتول اشفعي فينا 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 يا أم النور اشفعي فينا. ظهرت يا ماريا
يوم 18 نوفمبر كان يوم مجيد في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. فرحنا كلنا بجلوس صاحب القداسة والغبطة أبينا المحبوب البابا الأنبا تودروس الثاني على كرسي ماري مرقس. احنا قلنا كلنا لسيدنا ان هذا اليوم ربنا اعطانا بابا وبطريرك يجلس على كرسي ماري مرقس واب محب كلنا حبينا من اول لحظة سمعنا اسمه يوم القرعة الهيكلية. الحدث اللي سيدنا البابا ما شافوش هنعرضه دلوقتي اللي هو احداث القرعة والتنصيب، واحنا بنشوفه مع سيدنا بنعيد فرحتنا من جديد بهذا العمل العظيم اللي ربنا بارك بيه كنيستنا. الأنبا تودروس البابا 118 في اعداد بطارقة الاسكندرية. البابا تودروس الاول كان رقم 45، البابا تودروس الثاني رقم 118. مبروك عليكم، مبارك مبارك. Thank you.
لي أبواب البر لكي أدخل وأشكر الرب، لأن هذا هو باب الرب وفيه يدخل الأبرار. أشكرك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي منقذا ومخلصا. سيد ورئيس ساحة امتلاز القرقصية في نورة لمبيوت لمبشير لمبيوت الله الثواب ونوت نوت في الظهر وتنجيب نوت ربي بندق بطريرك والسيد ورئيس أساقفة الكرازة المرقسية في زمار وتنجاب في ظنو قنيس شيري يسوس بارستوس بي انشويس بابا وبطيارك والسيد ورئيس سقفة الكرازة المرقسية افز مروت انجيب يا ابن ما يسواب امبارك لي بالبهاء لبس الخضرة وتجمل بها الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. وضع على رأسي تاجا من حجر كريم وحياة صالحة سألت فأعطاني كل حين جانب رأيك يسوع هنا
فقد ائتمنك على نفوس رعيته ومن يديك يطلب دمها. نجلس الأنباء بطرس رئيس أساقف على الكرسي الطاهر كرسي ماري مرقس الإنجيلي خين أبران مبيوت مبشيرنا ببن أمي ثواب ونوت نوت في الضروت نجيب نوت يوت في بندقراتور. نجلس الأنباء بطرس رئيس الرعاة المدعو من قبل الله بطريركا على الكرسي كرسي القديس ماري مرقس الإنجيلي افز مارو تنجيب اف مونوغانيس انشير يسوس بارستوس بنشار. أجلسنا الأنباء بطرس بابا وبطريركا على الكرسي الرسولي كرسي القديس ماري مرقس الإنجيلي افز مارو تنجاب يا ابن معي صواب امبارك ليطار. On behalf of the Holy Synod of the Orthodox Church around the world, we present to you the successor of Saint Mark, the 13th Apostle, Father of Fathers, leader of leaders of the Church, to the Holy Synod. He will present food.
سوف يقدم فكرا وروحا وتراثا ممتلئ غيرة وحب لكنيسة الله ولمصر ولشعبها مسلميها وأقبارها كبارها وصغارها أئمتها وكهنتها هو سوف يقدم لمصر الكثير ونحن نرى بعين الرجاء أنه كما استخدمه الرب في السنين الماضية سوف يستخدمه وإلى منتهى الأعوام يا سيدنا الحبيب دلوقتي معادنا مع فيلم قصير عن مركز معلم الأجيال. هذا المركز يخص قداسة البابا المتنيح مثلث الطوبة البابا المعظم بشنودة الثالث. الحقيقة في هذا الفيلم اللي شجعنا والفضل يرجع لهذا المركز أو السايت اللي عملناه لقداسة البابا الأنبا تودروس الثاني ربنا يديم حياته وحبريته. أبونا بطرس جيد عرض على سيدنا هذا السايت علشان يكون يحفظ عظات وتراث سيدنا البابا المعظم بشنودة الثالث. وكان رد سيدنا الأنبا تودروس ده بس مش بس عشان الجيل ده لكن عشان الأجيال اللي جاية. احنا بنشكر قداسة البابا المعظم تودروس تاني على محبته وتعضيده للكنيسة واللي شفناه زي ما تشوفوا في المجهود اللي اتعمل في هذا السايت. في أجهزة كتيرة جت عشان تحول العظات القديمة اللي كانت عبارة عن بكر زمان لعظات نقدر نستعملها دلوقتي. ولمينا كل حاجات كتيرة قوي من زيارات سيدنا البابا ولقاءات وسيمينارات وكل ده موجود على الموقع. الموقع باسم bobshinoda.com. ده بركة كبيرة وتتفرجوا دلوقتي على الفيلم. العظيم في البطاركة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث البابا 17 بعد 100 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. يحتار عقل الإنسان حينما يتأمل حياة قداسته فيقف كقزم أمام جبل عظيم. إنه المعلم العظيم بل كل إنه مدرسة للإيمان تحمل كل جوانب الحياة المسيحية الأرثوذكسية. لقد امتلأ قداسته من روح الله القدوس فصار منارة تنير وترشد الكثيرين بل وستمتد إلى كل العصور. رحل معلم الأجيال عن عالمنا بجسده وبقيت روحه وتعاليمه الثمينة كنوزاً لا تفنى لهذا العصر وتراثاً لكل العصور. فهل يمكن لمثل هذا العطاء الغزير أن يندثر برحيل قداسته دون أن يفوح عبيره إلى أجيال كثيرة؟ فالكلمة لا تموت والحب لا ينتهي
والتعاليم النقية الثمينة ستظل باقية لتنمو وتثمر وتخلد ذكرى الخادم، المعلم، الصحفي، الراهب، الكارز، الشاعر والأديب، الحكيم، ذهبي الفم، ثالث عشر الرسل، البابا شنودة الثالث. نعمت الكنيسة خلال سنين خدمته الطويلة بموسوعة أثرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتشمل شتى مجالات الحياة، ومن هنا بدأ الحلم. هل نستطيع أن نجمع هذا التراث الغزير؟ وكيف؟ طلبنا معونة الرب الذي أعان قداسته، وابتدأ العمل رويداً رويداً شيئاً فشيئاً، وبدأ الحلم يتحقق بإنشاء مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. التقينا نحن أبناء قداسته من أباء كهنة وأساتذة كليريكية وإكليريكيين ومكرسين ومكرسات وخدام وخادمات، من عشنا وتربينا وتتلمذنا على يد قداسته، وقمنا بالعمل سويا بقلب واحد وفكر واحد بكنيسة كلية الطهر السيدة العذراء مريم بالزيتون. سيدنا البابا يعلم أجيال، والتعبير دوت أنا مش بقوله من نفسي، أنا بقوله من على فم صاحب الغطة قداسة البابا الأنبا تودروس. كنا بنتكلم معاه عن عظات البابا، فقال عظات البابا مش بس لهذا الجيل، ولكن هو للأجيال القادمة لأنه معلم الأجيال. وقداسة البابا تودروس سمح أن يكون هناك مكان يجمع كل عظات قداسة البابا شنودة، عظاته وكتبه ومجلات الكرازة، سيمينارات اللي عملها في الخارج، زياراته للمهجر، لقاءاته المسكونية. وأعتقد أن فعلا هذا المكان هيكون ببركة صلوات قداسة البابا الأنبا تودروس، هو مركز لإسراء الكنيسة وأيضا نواة لتأريخ الكنيسة، لكتابة تاريخ الكنيسة في الأجيال الحالية في الجيل الحديث. ويهدف مركز معلم الأجيال بجمع عظات قداسته على مر السنين من مصادر متعددة، ليست العظات فقط، بل لقاءات مع أحبار الكنيسة والإعلام والمؤتمرات والسيمينارات وزيارات الأديرة والإبارشيات والكنائس ورسامات الآباء الأساقفة والآباء الرهبان والآباء الكهنة وأعمال التدشين وكتب ومقالات وعظات فيديو وعظات صوتية ومحاضرات الكلية الإكليريكية ومحاضرات المعاهد الدينية، وذلك لتصبح في متناول الجميع. ويقوم المركز بمعالجة هذه المواد الصوتية والفيلمية على أحدث الأجهزة، وأيضا تصنيفها وتبويبها وإضافة الطرق الإلكترونية لتسهل البحث في العظات الصوتية أو الكتب المكتوبة أو المجلات في آن واحد. فكما كان قداسة البابا معلم للجميع، الصغير والكبير، الأديب والبسيط، هكذا حرص المركز أن يقدم تراث قداسته بما يناسب الجميع بصور بسيطة وشيقة. كنت أميل للشعر السهل الذي يفهمه أي شخص، وإن وجدت كلمة صعبة أبعد عنها.
لقد كان قداسة البابا شنودة الثالث وسيبقى لنا وللخدمة راعيا، وسوف تظل تعاليمه تخلد ذكراه تضوي بيننا لتكمل مسيرة عطاء وخدمة. نشكر الله الذي أعاننا لكي نبدأ، ونطلب معونته لنستمر أن نقدم ما يفيد ويناسب كل وقت من تراث قداسته. نشكرك يا ربنا مخلصنا يسوع المسيح، لأننا كنا نشعر بوجودك معنا، وأن تعطينا القوة أن نعمل من أجل ملكوتك، من أجل كنيستك. تواصل معنا على الموقع الإلكتروني قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس. نرحب بحضور قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس بابا وبطريرك الكرادة المرقصية. نرحب بحضور قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس خليفة ماري مرقس. يوم اعتلاءكم السد المرقصية فرح وهلل كل الشعب القبطي في كل أنحاء العالم، بل وكل الشعوب المسيحية أسنت واهتمت باختيار السماء لكم بابا وبطريرك الكرادة المرقصية. ونحن نحتفل بعيد ظهور القديسة العذراء مريم في هذه الكنيسة ورئاستكم لهذا الاحتفال. قد ضعف مرات كثيرة من أفراحنا وأسلج صدورنا بعد اعتلاءكم السد المرقصية بفترة قليلة. لمسنا في قداستكم الآب المحب للجميع تنفذ وصية الكتاب المقدس: وإن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. لمسنا فيكم الأب الذي يعطي أكثر مما يأخذ تنفيذا لوصية الكتاب المقدس: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. لمسنا فيكم الأب المتضع خادم الجميع، من يلتقي بقداسكم لا يشعر أنه يقف أمام رئيس كهنة الكرادة المرقصية، ولا يشعر أنه غريب، ولا أنه بعيد عنك. يجدك دائما مبتسما بشوشا لتنفيذ وصية الكتاب المقدس. لا يصيح ولا أحد يسمع صوته في الشوارع. لمسنا فيكم الأب الحنون الذي يسأل عن الضال ويسترد المطرود ويعصب الجريح. تشغله دائما إخوة الرب في القرى المحرومة من الخدمات. تسأل دائما وتحسنا نحن الخدام بعظاتكم عن أن نذكر المنقطعين والعاجزين والذين ليس لهم أحد يذكرهم. لمسنا فيكم أنكم تقفون من الجميع على مسافة واحدة دون أن تفضل شخص عن آخر، لأنهم كلهم أولادك ورعيتك. الجميع يلتمس في قداستكم كل الاهتمام بالعمل الذي يغرس بعمق
جذور الحياة الكنسية بفاعليتها وأسرارها وصلواتها وطقوسها في نفوس أبنائها وبناتها. في احتفالنا بعيد ظهور السيدة العذراء في هذه الكنيسة وحضوركم ورئاستكم لهذا الاحتفال، إنما نعبر عما تفيض به قلوبنا من محبة الرعية لراعيها السائر على خدمتها بروح العطاء والبذل والسخاء. لذلك إن بهجة وفرحة شعب كنيسة العذراء في الزيتون لا مثيل له. فهذه الكنيسة يا قداسة البابا في أشد الحاجة لافتقادكم لها، فهنيئا لشعوب الكرازة المرقصية بشخصكم المحبوب، وهنيئا لرعيتكم بعطية السماء لها. سائلين الله دوام رئاسة كهنتكم أزمنة مديدة وسنوات عديدة سلامية وهادئة، وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. بنقول لسيدنا البابا الأنبا توادرس الثاني ونيافة الأنبا يؤنس كل سنة وانتم طيبين، وكل الآباء الكهنة وكل الشعب. هنشترك مع بعض ونقول السلام لك يا مريم. بنقول للكنيسة والآباء الكهنة تعيشوا وتقدموا هدايا. هنشترك كلنا ونقول السلام لك يا مريم. كلنا بنحب الست العذراء. السلام لك يا مريم يا أم الله القدوس، يا بكر بتول وعروس يا تابوت عاد النعمة، يا ثمر لذيذ طعم السلام، يا جنة وفردوس حملت الغير محسوس. السلام لك يا خليلة سليمان، يا دواء يبرئ التعبان. السلام لك يا مريم يا ذات البتولية، يا رجاء المسيحية، يا زرع طاهر مبرور، يا سلمى من الشرور. السلام لك يا شفيعة المؤمنين،
يا صلاح للخطين السلام لك يا مريم يا ضياف البرية السلام لك يا مريم يا طارة ونقية السلام لك يا مريم يا زارة بأجل بيان السلام لك يا مريم يا عروسة للديان السلام لك يا مريم يا غالية وسمينة يا فضلة وأمينة السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب السلام لك يا مريم يا كنز الله المرغوب السلام لك يا مريم يا لوح العهد الجديد السلام لك يا مريم يا معونة لمن يريد السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مغبوط يا هيكل نقي مضبوط يا والدة الإله السلام لك يا مريم يا لي له في علا السلام لك يا مريم يا يهود غالي الأسمان السلام لك يا مريم يا وردة في البستان تفسير اسمك في أفواه كل مؤمنين الكل يقولون يا إله العذراء مريم أعنا أجمعين
هاي جميلة خالص الشريط. حاجة جميلة خالص. تعالي تعالي. الله ايه الورد الجميل ده. الله اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ دربتوة. دربتوة. طب لفي كده تعالي 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 كده هات الورد. امسك الورد امسك الورد الورد. يلا بصوا هنا يلا. وانت اسمك ايه؟ دانيال. دانيال وبربتوة بيضحكوا؟ بيضحكوا؟ ما بيضحكوش؟ بيضحكوا؟ يلا يلا انت مش بتضحك. يلا نمشي ازاي؟ كده سلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بيك. اطلع سلم. بس ممكن اخد الروب بتاعي. اهلا ازيك تسوني. منورين منورين. ازيك تسوني. اهلا وسهلا. ده ايه ده بقى؟ ده الكرسي بيشتري سيدنا؟ اه سيري سيدنا اللي كان فين؟ في قلية قدسك. اه في العيادة. طب سيبت شوية فلاخ ده السرير اللي كان في الناحية الإبنية. الفوتيل كان في الناحية الإبنية. ده انت جددته ولا نضفته بقى؟ عندها كرسي زي ده بقى. صحيح. طب صحيح. ناخده بركة يا سيد ربنا يخليك. ده طق. ما احنا خدنا الكنبة موجودة جوه. وده ايه ده بقى؟ دي حاجات كنا عاملينها اثناء العيادة. كان سيدنا بيشتغل عليه ما كانش بيبطل خالص. فحسب كل وقت حسب الظروف الصحية كنا نعمل حاجة تناسب الوضع اللي شغال بيه. فكان يقعد يكتب. الترابيزة اللي جوه دي تميل في جميع الاتجاهات ممكنة. تعلى وتغطى وتميل. وهنا بتاع البلاستيك دي كان بيكتب عليها. انا فيها مش عاوز اقول حاجة. لا 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 كده كويس كده كويس. وين بقى الراية دي؟ طب دي واحدة. والبتارين دي جميله قوي بس عايز مكان اوسع. احنا عندنا قاعه لسه نهد الحيطه ونكبر كده اهو. خلصتك تدينا تاني نوسع يا سيدنا. حسب ما تشوف بقى. مش كده ولا كده؟ كده ونطلع على السلم. سمير قيصر اللي تعب معانا. حاجه جميله طبعا. والمهندس بشوي برضه. هو عامل النجاره عملها في 4 ايام يا سيدي. عمل الحاجات دي كلها في 4 ايام يا سيدي. نجار شاطر. تعال عندنا التلفزيونات هنا بيقعدوا يا سيدنا يكاد ما بقاش نهار متوسط. بس فكره جميله. بركة صلاتك يا سيدي. بركة صلاتك. وهنا ايه اللي في الوش؟ دي هنا هو الأوصلة. Yeah.
في مكان خامس. المهم يعني يبقى كده عملنا زي خمس متاحف مقتنيات، امريكا واستراليا، اظن في حاجه في اوروبا، اوروبا ونعم ميلان، لا مش ميلان مش فاكر صدقني، لكن انا كتبهم عندي، وهنا في الزيتون وفي حاجه كويسه خالص، لا يبقى حاجه جميله قوي يعني. احنا هنا هيبقى مفتوح 7 ايام صبح وليل على طول، ده يربط الاجيال ويربط الاطفال الصغيرين ويعرفوا التاريخ الجميل. اه حاجه حلوه صحيح. يلا لما تكتمل الصوره دي نبقى نعمل عليهم زي ريبورتاج كده على الخمس مواضع. الآية اللي كنت بقولها النهاردة، انظروا كيف تسلكون، وهنا الساق زي أنه هنا مقم فيضيء لك المسيح، جد بالضبط اهي. حاجة جميلة أو في كارت ايه؟ كارت كروت سيدنا كان بيحضرها بايدينا. طب دي عايزه تعمل لها زيك يا ابونا، على مهلك يا حبيبي، على مهلك. ده عايز تعمل لها يعني تعمل لها زي باترينا لوحدها. احنا ما عندناش كروت كتير. ابقى اجيب لك يا ريت يا سيدي ظرف كده فيه كروت. رب ده يبقى ظرف حسن يا سيدي. كارت اهو كمان. صورها يا عم رفيق، صورها. شكرا. الله اكبر. ربنا معاك يا رب. رفيق اتفضل يا سيدنا. خلاص انتهى الموضوع. ابونا مرقص فين؟ ابونا مرقص قال لي ما تطلعش الفريق. الجيم Thank you.
تعرفنا وتجيب لنا اللي عندها لان انتوا عاملين اعلان كويس. شريط البقر يا سيدنا الصوت محتاجينه من كل مكان من اللي عندهم تسجيلات البقر بتقول البقر بس انا لغايه دلوقتي ما وصلتش لحاجه. يا رب يا رب اول ما توصل له خلاص ناخد بركه ربنا. افرض شريط الفيديو الكواليتي بتاعته ضعيفه. ما احنا لما بنحولها للدي في دي بنقدر ناخده على الكمبيوتر بنقدر نعمل له معالجه. تحوله بقى وبنختار الريزوليوشن بتاعته على الدي في دي بتبقى غير. وشريط التسجيل بقى الصوت لها برضه معالجه. طبعا اخ ميلاد مدرس ان انا اساسا ميلاد فؤاد. ايوه تعرف اسكان الديتا الشاطر جدا في برامج الكمبيوتر يا سيدنا ويجي يقعد معانا بالساعات طويلة ويقعد ينقي الشرايط عامل جهد معانا حلو خالص. تنقية الشرايط دي اظن عملية مش سهلة بس محتاجة الواحد يبقى سامعها مش مجرد 1 2 3 4. محتاجة الصوت ونفهم ونتقدر اذا كان حلو او وحش. والودن تكون حساسة. برافو يا ملايين. دي تخيلات جميلة. لا ولا الهجية دي حلوة يا سيدي. مش هيروحوا بقى ولا لا يروحوا بعد ما البابا يروح. اللي جاية دي حلوة يا ايه الجمال ده. دي حاجات في غاية الأهمية. النهاردة ما يبانش أهميتها شوية لكن بعد شوية وسنين تبان أهميتها وعظمتها. اسمك إيه؟ جيسكا. سنة كام يا جيسكا؟ شاطرة؟ شاطرة. جايبة منين؟ ورد جميل وأنت ورد جميل. ربنا يخليك. كاميرا دي هنا. دي اللي بيتعمل بيها مونتاج الافلام. يعني تجميع فيلم افلام الفيديو.
ده اسمه مركز التراث، مركز حفظ ونشر التراث القدس الوطني. ده اللقب بقى رسمي يا سيدنا، ربنا يخليك. ربنا يديمك لنا يا سيدنا، ربنا يخليك. ده جهاز مش موجود في مصر دلوقتي. الشريط ده عمره 45 سنة. صوت رائع. احسن من الشريط الحالي يا سيدنا. وده ايه بقى، كانت كده؟ كانت كده. يعني في بكرة؟ يا سيدنا. وكان لا يعني دي بكر كان مسجل عليها البابا؟ من كم سنة؟ 45 سنة يا سيد. يا فيها كذا تراك، ده هي بتسجل وش وظهر تراك ووش وظهر تراك تاني. حافظوا عليهم التراب بس. يا سيد، ده هنا من الخدام، يعني دكتور رفيق معيد في الجامعة من ضمن الخدام الحلوين معانا هنا اهو. عشان كده وده الجهاز يعني شكله جديد. ده احنا ده اشتريناه ريفربش مجدد من امريكا يا سيدنا. وعندنا جهاز تاني. عندنا جهاز تاني بعد اذنكم. عندنا بس يا بتاع زمان. دي مديحة أنبا أنطونيوس. دي تراك، احنا تراك يا سيدنا وتراك حسب التسجيل بقى. أنا شغلت ده لسيدنا وشافه. بعد كده الصوت عندنا بنقدر احنا نفلتره هنا. جميل. بعد كده بنطلعه منه شوائب بقى وعيل يصوت كله يطلع يا سيدنا. كله يطلع. لا وفي حاجات تتقطع. هندسة الصوت دي هندسة جميلة. عندنا برنامج على الكمبيوتر بس لسه ما اشتغلناش عليه يا سيدنا. ده على فكرة مش مفروض بس العظات، المفروض نشتغل على عظات قداستك عشان ما نعملش الغلطة ان احنا الحاجات دي ما تجمعتش. العظة وهي شغالة ممكن كل جملة يتعمل عليها تاج. يعني مثلا عظة عن الرسل، في جملة عن الصلاة في حياة الرسل، وفي جملة عن صوم الرسل. فاللي يجي الباحث بعد كده اللي عاوز الصوم يلاقي في جميع العظات كلمات عن الصوم. ده جهد بقى سنوات، ده جهد جبار ده. بس عندنا البرنامج. قدستك بص على الصورة دي بتاعت بابا شنونة. ملاحظ فيها حاجة؟ العصاية. العصاية اللي قدستك مسكها هي اللي في ايد البابا. هي دي. ماشي. هي يا سيدي. ودي على فكره عصيت ابو شنود. دي عصيت ابو شنود. ربنا يخليك. احنا شاريين من بلاد الكنيسه. بركه كبير. اوديو تيست. حاجه جميله. جميله بسلاسه.
لا حاجة حلوة حاجة. فين ريمون؟ ده ريمون. ده ريمون. واضح ريمون. ده مين ده؟ مين مجدي؟ مين مجدي؟ ناخد بردك بسرعة بسرعة. فين بتاع بعد ما بتخلص من فاينل كات وبقطع كمان الصوت عن طريق برنامج اسمه ادوب اوديشن بنبتدي نفصل العظات العظات بتبقى الاسئله والعظه فبنبتدي نفصل العظه لوحدها والاسئله لوحدها ونحط المقدمه بتاعت السايت بتاعنا بتاعت المركز ونبتدي بعد كده نحطهم على السايت بعد كده عن طريق برنامج اسمه فايل زيلا وبعد كده بنبتدي هو اسمه كده هوت هو اسمه كده هو زيلا دي عربي زيلا دي عربي ولا مش عربي هو اسمه كده البرنامج اسمه كده لا يؤخذ في زيلا ممكن هو دي ساعات بيزلنا ساعات بعد كده هوت بنبتدي نخش على السايت نلاقي العظات اللي احنا نزلناها ونحطها في المجموعه بتاعتها كل عظه على حسب المجموعه بتاعتها اذا كانت عظات اكليريكيه او العظات الاسبوعيه او اذا كانت العظات الفيديو سواء كانت لقاءات تلفزيونيه او عظات اسبوعيه برضو او اكليريكيه او معهد رعايه كل حاجه بتتحط في الكاتيجوري بتاعها يحتاج سنين وسنين 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 دي ظاهره طبعا حاجه نادره يعني حضرتك تعطيك حاجه جميله ناخد صوره كده مع حضرتك السيد ناخد صوره فين زي ما انت حضرتك فاكر لما الصوره ترجع ورا يا جماعه عشان يدوا برضه وقت يلا كل اللي عايزينه كل الناس ومالها شكر بتاعك يا تخدم 30 سنة في الورا لو حاتي شفت بقى يلا برافو قدام المركز ده بتاع مين دول؟ ده بتاع التصوير على الهوا؟ يعني اتكلم؟ اتفضل اولا
وجود مراكز لحفظ التراث شيء مهم جدا. كان زمان في المتاحف يقول لك بليز دونت تاتش، في زمان. دلوقتي في حاجه اسمها التربيه المتحفيه. التربيه المتحفيه وجدوا ان المتحف دوره زي دور المدرسه بالظبط. فالنهارده بيقولوا في المتاحف بليز تاتش، من فضلك المس الحاجه، لان كل ما الواحد يلمس الحاجه معناها انه بيرجع للجذور القديمه، وكل ما الانسان بقى له جذور يبقى له ايه؟ ها؟ وعلى الاصل ايه؟ بس برافو عليك. وده السبب ان احنا كل يوم الصبح بنصلي المزمور الاول. ليه المزمور الاول؟ عشان يقول كده فيكون كالشجره الايه؟ المغروسه. مغروسه يعني لها اصل. يعني هو احنا بنصلي المزمور ده بنفتكر ان احنا لنا اصول، والاصول ده هي بترجع الاباء، كل الاباء طبعا. ما فيش واحد كده عمل نفسه، مش كده برضو؟ لكن لولا ان تاريخ كنيستنا طويل وممتد وجيل ورا جيل كده، علشان الصوره الحلوه ده هي جعلت لكل واحد فينا لنا اصل. يعني اي واحد فينا ممكن يفتخر ويقول انا جدي اثناسوس الرسولي. حد يقدر يقول له لا؟ لا، مش كده برضو؟ انا جدي البابا شنودة. حد يقدر يقول لا؟ مش كده برضو؟ وهكذا البابا كرولوس والبابا يوساب، وهكذا التاريخ كله لغايه ماري مرقس ولغايه ربنا يسوع المسيح. انا بشكركم كتير انكم ابتديتوا تعملوا الفكر دهيت، واحنا برضو في مناسبه السنه الاولى لرحيل قداسه البابا شنودة. وبشكر كل اللي بيتعبوا. انا عارف المجهود ده مجهود كبير جدا، الاباء الاحباء في الكنيسه هنا، كنيسه الزيتون، وكل الخدام وكل المتخصصين. ويعني معالجه وتقديم وحفظ هذا التراث هتاخد سنين وسنين وسنين، لكن كويس انكم تبتدوا. وبيقولوا البدايه نصف العمل، فانتوا ابتديتوا كده بدايه حلوه، وبنعمه المسيح تكملوا. وكل شويه نشوف كتير بتعب كل الاحباء والاخوات والكل. ربنا معاكم. الشباب بقى، يلا الشباب، الشباب شباب يا سيدنا، شباب يا ابونا، صورة بقى مع الأبهات. بس سلم. أنا مش عارف ده شوية بقى، صورة مع الأبهات. تصور حبيبي. إيش محبتك؟ ربنا معاك. يلا. تنويرة كبيرة يا سيدي. برافو برافو. إيش يا سيدي؟ قدس الحكاية دي. أيوه أيوه أيوه.
كنت بتيجي مع فوق شباب. ايوه وبتعمل دكتور تدرس؟ اه ما عندش كتير دلوقتي. انا اصل واحد من ولادي استاذ بره في الميكانيكا، ميكانيكا باور. فكان بيسالني على حد يحب يدرس دكتوراه هناك، منح سكولرشيب صحيح؟ فبتكتب اسمه بيبي فور كده شركات. كل مره متوائمين صورتين صرفوش خلصنا، ربنا يعوضكم. لا 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 خلاص كده، يلا اتفضل يا جماعه. ليخا كله خلاص. الصورة بتاخد وقت عندك ليه؟ ايه بتحمضها؟ ايه تسوي؟ انت لايت؟ يلا يا جيس. يلا برافو برافو برافو. ازيك يا حبايبي؟ برافو. ازيك يا حبايبي؟ ازيك يا حبايبي؟ طب تليفونك؟ شمال يا سيدنا. تخصص شمال.